صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه استنباط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ واضح أن الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، وهذا عند نهاية أجله صلى الله عليه وسلم. نعم.